قعد كده اخوي معانا عشان اسكر بقوني يا ربي. استاجر استاجر عطوه الله في عدت هون محلين فصل هون النظام اخذ جزء من حي طريق الباب وهي هون شعار كله دمره يعني مدمره والله هي الدكان كمان عندنا هون كله انقصف منزله كله شعار نزلت يعني بيت على بيت ما ضل يعني بيت على بيت كله ما ضل يعني هلا طلع خلق ما حتى يعني زلمين ثلاثه لحتى يمروا والوضع ما في يعني هون خلق ما في خلق كل النظام عم ياخذها بس ان شاء الله تعالى نسترجع باذن الله تعالى والله ينصر المجاهدين ويحميهم باذن الله تعالى هن منصورين باذن الله تعالى طول ما نحن هون بدنا ننتصر ان شاء الله باذن الله تعالى ان شاء الله الطياره كيف فوقنا الطياره كيف فوقنا عم تضرب اسمعوا طلع الطياره عم تضرب وباذن الله الله يحمي المجاهدين الصادقين وان شاء الله الله بده يحميهم بده ينصرهم ان شاء الله والطياره هون كمان عم تضرب كو هلا هي ضربت برميلين ثلاثه بيجي عند الصبح هلا كمان فوق الخمس مراميل زتت ويعني حوالي مدري شلون طلع الدكان كنا نشتغل فيها هلا وبعدين سكرت كلياتها يعني ما ضل لا اشغال لا اعمل حتى الواحد بده يشتغل في شغل بمحل يعني ما في شغل طاول يعني ما في اشغال طاول لحتى هيك يعني طلع الطياره محاطه الجو وكل شيء يعني ما بنحسن نشتغل وما بنحسن نسوي شيء والله كل الشعار تدمرت وحي من طريق الباب اخذوا جزء منه وكرماله كل ما بضربوا منطقه كرماله بقضموا عليها كل ما هيك باربعه على المنطقه حسبنا الله ونعم الوكيل دبات شو أنا أبو العيوب